حنا اجتمعنا هذا النهار هذا معكم باش بغينا نقرر نعملوا هذه الندوه الصحفيه باش نشرحوا ويوصل الصوت ديالنا بعيد لكل شيء ويعرفوا علاش حنا قررنا نخوضوا اضراب يوم 2 نوفمبر ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك بغينا نشرحوا للاخوان شنو من المشاكل اللي عندنا باش الصوت ديالنا بحال اللي قلنا يوصل للجميع، وياك الله نلقاو شي حلول. وفاة سعدي راه يعيش ظروف جد متدهورة، هذا هو القطاع ديال النقد الدولي للبضائع. كما تعلمون كما رأيتم هذا الأسبوع ولا قاعد أسابيع اللي فاتت كلها كيخرجوا طوابير ديال الشاحنات ميناء طنجة المتوسطي، حتى الناس كيتواصلوا معنا وكيعيطونا كيقولوا لنا واش دايرين الإضراب، كنقول لهم لا ماشي حنا اللي دايرين الإضراب، ميناء طنجة المتوسطي والناس اللي خدامين فيها هما اللي دايرين الإضراب، حنا مازال ما درناش إضراب. حنا في البداية ديال الموسم اللي خصنا نكونوا فرحانين نشتغلوا فيه ونبداو خدامين ونبداو بعد شهرين وثلاث شهور تقريبا ديال لا سيزون باس، يعني الموسم اللي كان ما كتكون فيه اشتغال، جينا خصنا نكونوا فرحانين وسعداء اليوم لان غتبدا الموسم ديال الخضر والفواكه الموسم الفلاحي. ولكن اليوم لاحظنا باللي كاين واحد البلوكاج كبير اللي كيجعلنا نتاخر واحد التاخر وما نوفيش مع الزبائن ديالنا في ميناء طنجة المتوسطي. وصلنا لواحد النقطة اللي اليوم كما يقول المثل وصلوا السيل والزوبة، بدينا كندوزو يومين باش نقدروا نخرجوا من الميناء. حنا كما نقول طنجة مع اسبانيا راه جوج سوايع كنقولوا ثلاثة ساعات، ولكن دابا ولات يومين ثلاثة ايام، بقاتش جوج ثلاثة ساعات. ولا نهضروا على المواد الفلاحية راه كتضيع من الطراوة ديالها، دونك ملي كضرب يومين في الميناء وتقدر تبقى تخويها وتعاود الافراغ، تعرض العمل للافراغ مرتين ولا ثلاثه المرات، كتمشي الجوده ديالها. حنا كنقاله كنتحملوا المسؤوليه ديالها، والتامينات ما كيبغوش ياخذوا لنا هذا، كيقول لك علاش نزلتي علاش وقعت هذاك لا ريبتور ديال لا شين دو فرو، يعني شين دو فرو سلسله التبريد وقفات، يعني السلعه وقفات ضربت 6 ساعات 7 ساعات عاوتاني رجعت للشاحنه باش تبردها. دونك وملي كتوصل عند هذاك ترقيم تا الجوده كتنخفض، ملي كتنخفض كتسعر ديالها كينخفض، وحنا كنتحملوا المسؤوليه ديالها، وحنا اللي كنجعلوا خصنا داك لابارتي اللي خسرها هذاك المصدر، حنا نتحملوا مسؤوليته، وحنا كيقطعوا لنا من الثمن ديالنا، وهذا الشيء راه خارج على الاراده ديالنا. زيد على هادشي كاين الاتلاف ديال الشاحنات ديالنا. ملي الشاحنه توصل للميناء ديال طنجة المتوسط ويصير الخزان ديال الوقود، ودابا الشاحنات ديالهم راه ماشي هما الشاحنات ديال هادي 20 عام، الشاحنات ديالهم كلهم الكترونيك، كيفسخ لك الشاحن الخزان ديال الوقود، ولا يفسخ لك ولا يتقبل لك شي بلاصه، راه كيجعل داك الشاحنه ولا داك الماتيريال ديالك ولا داك المقطوره كيعرض لنا واحد الاتلاف وواحد الخساره كبيره ماديه. حنا ماشي ضد المراقبه، بالعكس المراقبه راه في الصالح ديالنا وفي صالح البلاد، ولكن هذه المراقبه خصنا توفر لها الوسائل ديال المراقبه والاليات ديالها. اليوم ما متوفراش. اليوم كنهضروا على هضره على الميناء ديال طنجة المتوسطي، كنهضروا على كل عام كنسمعوا تزادت 15 20 18% الحمد لله ديال الصادرات وديال الشاحنات ديال. واش هاد 18 و15% ولا 20% كتبعها استثمارات بنيه تحتيه؟ ما كتبعهاش. انا اليوم البنيه التحتيه اللي كنا خدامين بها في الاكسبور مثلا هذه 10 سنين اللي خدامين بها اليوم، مع العلم ان كنا كنعملوا 600 شاحنه في اليوم، اليوم 1500.
اليوم كما كتشوفوا كانت عندنا ندوة صحفية لمناقشة المشاكل ولا العراقيل اللي كيعاني منها القطاع ديال النقل الطرقي. كما كتعرفوا مؤخرا يعني كاين واحد الاكتظاظ كبير اللي شهدوا الميناء ديال طنجة المتوسط، دونك راه كاين طوابير وكيلومترات ديال الشاحنات اللي كيتسناو، وخرج هادشي حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. وحنا اوني فيغ بداك لو بور، دونك هذاك واحد المعلمه ديال المغرب، وحنا ما راضينش على الوضع. واليوم جينا باش لمناقشه ونوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين، اللي درنا مجموعه ديال الاجتماعات ومجموعه ديال المقترحات اللي عطينا، ولكن للاسف كنشوفوا بان الوضع كيزيد يتازم نهار على نهار. وفيما يخص اللجنه اللي كنخدم عليها اللي هي لجنة الميناء كرئيسة ديال لجنة الميناء، يعني كانت وصلوا يوميا بملايين ديال الشكايات، دونك انا كنقولوا نقدروا نقولوا شهرية، يعني يوميا كنتعرضوا يعني تقريبا واحد 70 شكاية في النهار ديال لي ترونسبورتور فيما يخص التفتيش. احنا دائما مع التفتيش المعقل، والتفتيش اللي كيكون يعني اللي ما كيسببش ضرر لا للناقل ولا للسائق ولا للاقتصاد، حيت منين كتبقى تفتش بداك بالمسائل اللي هي كتطلب مني انا كسائق او كانا كشركة نجيب الميكانيك، راه ماشي من الاختصاصات ديالي. انا كنخلص واحد كنخلصو ملي كندخلو ليكسبور 1700 درهم، دونك هادوك الاختصاصات ديال طنجة المتوسط اولا السلطه علاش الشركه ديال تيمسا اولا تيمفا. ما كيلقاش باحث السلاح، عدم تامين باحث السلاح. اذا دخلتي شي باحث السلاح باش ترتاح، ان فوا تدخل دقيقه او جوج دقائق فانت معرض للحرائق، غادي يجي يحل لك البلومور يدخل لك السلاح. وانا واحد وقعتني مشكل في يعني طريق الرباط يعني في لوطوروت ستاسيون، دخلت المده ديال 4 دقائق حلوا لي البلومور دخلوا لي السلاح خسروا لي في الفلا. رجعت من الرباط حتى لاكادير، يعني تقريبا زدت مشيت عند الكليان زدت تقريبا 600 فرنك ديال 6000 درهم ديال الغازوال باش يلاه يعاودوا لي داكشي، يعني خطيه بخطيه. السبب ديالها عدم تامين باحث السلاح. كنعرفوا الشاحنات ديال النقل الدولي كتخلص تقريبا كل شاحنه كتخلص 1300 درهم. الا جيت تحسب يعني العدد يعني ديال سميتو الثمن اللي كتدخل لوطوروت تقريبا، يعني حسبنا حنا كل يوم كدوز اكثر من 1000 شاحنه، زيد هاد كل سيمانه وزيد كل شهر، يعني راه الملايير اللي كتدخل. ورغم كل هذا ما كنلقاوش باحث السلاح موفر، بالعكس مع اوروبا عندنا باحث السلاح كنعرفوها. اي سائق مهني جلستي معاه يقول لك انا مثلا نمشي اتجاه ديال بوردو ولا اتجاه ديال فرنسا، معروف يعني الباركيات، بارك ديال 657، بارك ديال 177، بارك ديال سان رومان، كاين الدوش ب 10 دراهم، كاين الدوش دي فابور، كنعرفوا كل شيء، دخول مرتاح ما كاينش اللي يهضر معاه. هادشي هذا المشكل ما كنلقاوش في اوروبا، كنلقاوه في البلاد ديالنا. الحراق ولا عارف ان الشاحنه اللي غادي ليكسبور ولا عارفها، عارفها ولا عارف كلشي، كيشوف بلون كيعرف واش غادا دائما اتجاه اكادير اتجاه طنجه، عارف يعني هذه المعاناه الاولى. من بعد مسكين ما كيديروا ديك الطريق كامله ويلحق حتى طونجي ميد باش يدخل غير البارك وينعس ليه واحد الساعه كامله ما كيلقاهاش.